مشاهدينا، ليس جديدا التباين بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير دفاعه جانتس حول عملية ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن. فصحيح أن اتفاق الضرورة بين الجانبين أنتج حكومة وحدة وطنية ووضع عملية الضم ضمن الأجندة الحكومية، لكن صحيح أيضا أن جانتس راهن على شريكه ووزير الخارجية الحالي جابي أشكينازي في تعديل مخطط وحجم الضم، والأهم أن لا يكون أحاديا وأن لا يمس بالعلاقة مع الأردن، وهو موقف بدأ يجد أصواتا داعمة له في البيت الأبيض، بينهم جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي. المؤكد أن موقف إدارة ترامب سيكون الفاصل، إذا أكد نتنياهو أن عملية الضم لن تتم قبل حصوله على الضوء الأخضر الأمريكي. مشاهدينا، هذا موضوع نقاشنا مع الكاتب المختص بشؤون الإسرائيلية في صحيفة العربي الجديد نضال وتد، هو معنا عبر سكايب من مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة. أستاذ نضال، صباح النور وأهلا بكم في التلفزيون العربي. أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن أستاذ نضال، وسط الخلافات بين نتنياهو وزير الدفاع جانس ووزير الخارجية جابي أشكينازي، هل يبدأ إذن بعملية ضم الكتل الاستيطانية أرئيل معالي أدومين غوتش عطسيون التي لا تتطلب رسم خرائط مكثفة، ويترك غور الأردن إلى فرصة أخرى كي لا يغضب الأردن أولا ولا يطيح بالتحالف الحكومي مع كحول لافان؟ اولا دعيني يعني ان اصحح يعني بعض ما قد يفهمه المشاهدون الكرام. الخلافات بين بيني جانتس وبين بنيامين نتنياهو ليست على المبدا. بيني جانتس اعلن اكثر من مره انه مؤيد بالمطلق لخطه الرئيس ترامب، وكل ما قاله انه يريد الضم بعد موافقة أمريكية وبتنسيق إقليمي، يعني أنه لا يرفض الخطة، لا يرفض الفكرة والمبدأ من حيث ضم غور الأردن وإبقاء غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية. تتم أحيانا إشارات إلى جابي إشكنازي كوزير خارجية. جابي إشكنازي عمليا بالرغم من كونه وزير خارجية في الحكومة إلا أنه ثقله أنه ليس كبيرا. الإشكالية هي بين نتنياهو وبين بيني جانتس، هي إشكالية بشكل أقل، يعني حتى أن نتنياهو كما ذكرتم يكرر في المدة الأخيرة أنه للآن لم يحصل على موافقة أمريكية للمخطط كله لأن ترسيم الخرائط لم ينتهي بعد. المسألة في النقاش الدائر بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة أو عمليا بين جيرارد كوشنر وبين ديفيد فريدمان هي تتصل بخلاف داخلي في الإدارة الأمريكية بمسألة الثمن الذي قد يكلفه مشروع الضم للمصالح الأمريكية في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج وما يتعلق بالاستقرار في الأردن. لكن الموضوع الرئيسي باعتقادي هو أن نتنياهو يثير كل هذه الإشكالية وكل هذه الضوضاء والضجة كي يحصل على أمور أخرى هي غير موجودة لإسرائيل في مخطط ترامب، وهي مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات معزولة وتقع ضمن خطة ترامب داخل الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية. وبالتالي نعم يتحدث في العام، ولكن يريد في المرحلة الأولى خصوصا أن يضمن السيادة على المستوطنات المعزولة. أما مسألة الضم ككل فهو يعرف أن خطة ترامب تتحدث عن مهلة لها 4 سنوات، وبالتالي هو ليس مستعجل على الضم، ولكنه يريد أن يفتعل وكأن هناك نوع من التنازل الإسرائيلي. فيما يتعلق بالكتل الاستيطانية والقول بأنها ليست بحاجة إلى ترسيم، هذا غير دقيق أيضا، لأن عملية ترسيم الحدود تشمل أيضا حدود هذه الكتل الاستيطانية، خصوصا وأن هناك قناعة إسرائيلية بأن الجانب الفلسطيني قد أقر منذ اتفاق أوسلو بأن الكتل الاستيطانية ستكون ضمن الحدود الإسرائيلية وتحت السيادة الإسرائيلية في اتفاق الحل الدائم، وبالتالي تخوم هذه الكتل الاستيطانية ليس واضحا للآن وليس محددا، حتى أننا نرى أحيانا محاولات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى إضافة مناطق إلى هذه الكتل كما حدث في منطقة مستوطنة أرئيل، حيث يحاول الاحتلال إضافة أكثر من 500 دون تقريبا إلى منطقة نفوذ أرئيل هي ليست موجودة بها. وبالتالي المسألة هي مسألة نقاش إسرائيلي داخلي من جهة ونقاش
إسرائيلي أمريكي، لكنه يرتكز أيضا على تباين في وجهات النظر في الإدارة الأمريكية. جيرالد كوشنر صحيح أنه هو رئيس، هو نعم أستاذ نضال الأمريكي، وبالتالي صاحب الكلمة الأخيرة، ولكن الخلاف بينه وبين ديفيد فريدمان ينبع من كون فريدمان أيضا يهودي متدين وصهيوني دعم الاستيطان حتى قبل أن يكون سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل. نعم أستاذ نضال، تقولون أنه التباين ليس كبير بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن نتنياهو يعلم أن هناك انتخابات رئاسية في تشرين الثاني نوفمبر القادم بالولايات المتحدة، قد لا تحمل ترامب من جديد إلى البيت الأبيض، قد نرى المرشح الديمقراطي ربما يصل إلى البيت الأبيض، جو بايدن رفض عملية الضم، هل بهذا السياق يأتي بدء تنفيذ العمل على أرض الميدان؟ كما طلعنا صبيحة هذا اليوم الخبر الذي يقول أن الاحتلال بدأ بالفعل شق طريق دائري للقدس المحتلة، سينسف مسعى الفلسطينيين في إقامة القدس الشرقية عاصمة الدولة المستقبلية. يعني أولا ما يتعلق بالخطوات على أرض الواقع لم تتوقف ولا في يوم من الأيام، باستمرار وعلى مدار العامين الأخيرين سمعنا دائما أن هناك مصادقات مستمرة على بناء مئات الوحدات السكنية في الأراضي التابعة في القدس المحتلة، وبالتالي فإن هذه الخطوة يعني لم تتوقف يوما حتى منذ اتفاق أوسلو. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بالتخوف الإسرائيلي من ذهاب وسقوط دونالد ترامب، صحيح هذا التخوف قائم، وهو بالتالي يفسر ما قلت له بأن نتنياهو يريد أن يكسب في الأول قيادة إسرائيلية على المستوطنات المعزولة وعلى المستوطنات القائمة. هناك توافق بين إدارة الرئيس ترامب وبين بنيامين نتنياهو، لكن نتنياهو في المدة الأخيرة بدأ يتحدث عن اقتراحات جديدة وخطوة جديدة، هي أن يعرض على الكنيسة الإسرائيلي مقترح قانون بشأن ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في كل الضفة الغربية، وعدم طرح خطة ترامب لأنه يعلم أن هناك معارضة لخطة ترامب في بعض أجنحة اليمين الإسرائيلي بما في ذلك في داخل الليكود نفسه، وبالتالي هو يريد أن يضمن لنفسه ما تتيحه الخريطة أو الخطة الأمريكية كأمر مضمون لإسرائيل. أما ما يتعلق بالاستحقاقات المطلوبة عن دولة الاحتلال في نفس الخطة فهو يريد تأجيلها وترحيلها، لأنه بالنسبة له يكفي في المرحلة الحالية أن يضمن تثبيت وجود مستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية يفترض مثل خطة ترامب أن تكون ضمن حدود الدولة الفلسطينية، وبالتالي سيتم في نهاية المطاف تفكيك هذه المستوطنات المعزولة، خصوصا وأننا نتحدث عن مستوطنات صغيرة جدا، يعني نحو 15 مستوطنة يكون فيها 2500 مستوطن لا غير. وبالتالي هناك يعني نوعان من العمل لدى نتنياهو، الأول هو تفكيك وجود المستوطنات لتثبيت السيادة الإسرائيلية عليها دون أن يعرض نفسه لخسارتها في مرحلة لاحقة إذا كان قد نجح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية. نعم أستاذ نضال، التي يتبعها نعم أستاذ نضال، في سياق هذا المد والجزر إذن بين أركان الحكومة الإسرائيلية وشخصيات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما سيغدو عليه مخطط نتنياهو كما قال ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن بالأول من تموز يوليو القادم، خاصة أن بتنا على بعد 14 يوما من التاريخ المحدد؟ يعني هذا في على مستوى التصريح الإعلامي الاستهلاكي الموجه لليمين الإسرائيلي كي يبقي نفسه باعتباره من يحصل الإرث اليميني ومن يحاول دائما توسيع نطاق دولة الاحتلال وسيطرتها وسيادتها على الأراضي التي باتت اليوم مؤخرا يتحدث عنها باعتبارها مناطق من الوطن ومحافظات الوطن التاريخي لليهود. لكن الصراع أو النزاع بين شقي الحكومة ليس نزاعا كبيرا، فبيني جانس وأيضا جابي أشكنازي من المنظور الأمني العسكري وليس فقط من المنظور السياسي يعتبران أن غور الأردن يجب أن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية في كل الأحوال وفي كل الاتفاقيات القادمة، ويرفضان أي انسحاب من غور الأردن. كانوا دائما يعللون ذلك في القضايا الاستراتيجية والأمنية والبعد السياسي والبعد البعد العسكري والأمني، إلى أن بدأ نتنياهو في الأعوام الأخيرة يتحدث أيضا عن البعد الفكري الأيديولوجي باعتبار هذه المناطق جزء من أرض إسرائيل، وأن التسوية التاريخية كانت لقبول وجود الأردن في الشرقي من أرض إسرائيل التاريخية أي شرقي غور الأردن. والآن بدأ الحديث عن مسألة الضم باعتبار هذه الأراضي أيضا أراضي جزء من الوطن الإسرائيلي وأنه يجب إبقائها تحت السيادة الإسرائيلية. الخلاف هو على
ثمن هذه الخطوة وعلى كيفية تنفيذ هذه الخطوة وما هي التداعيات المرتقبة لهذه الخطوة، وليس على صحة الخطوة من الناحية الفكرية ومن ناحية أنها حق إسرائيلي بين هلالين كما يقولون. نعم استاذ نضال، بالنسبه اليوم لحال مستوطنات الضفه الغربيه، المستوطنون الذين يقيمون بهذه المستوطنات بين حلم اسرائيل الكبرى والسياده المنقوصه، اليس الوضع الراهن هو الافضل؟ خاصه انه ان ما واصلت اسرائيل بهذا المخطط، السلطه الفلسطينيه اعلنت انها بحلم الاتفاقيات الامنيه التي تضمن نوعا ما اليوم الامن بهذه المستوطنات. لا يمكن ان يكون الوضع الحالي هو الأفضل أو هو الحل الأمثل. الحل الأمثل هو طبعا تفكيك المستوطنات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. ما يريده نتنياهو من كل هذه الضجيج وهذا الخلاف بينه وبين بني جنس أو بينه وبين الإدارة الأمريكية هو تصوير إسرائيل بأنها قدمت تنازلات كبيرة كانت تريد ضم 30% من أراضي الضفة الغربية في غزة الأردن، وهي تتراجع بناء على طلبات من الدول العربية صديقة من الإدارة الأمريكية، وبالتالي فسيكون على الفلسطينيين أن يقبلوا بدورهم أن يقدموا تنازلات مؤلمة. يجب أن يبقى الموقف الأساسي واضح وثابت، وهو أن كل ما أقيم من مستوطنات على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 67 وغير شرعي وغير قانوني ويجب تفكيكه، ويجب عدم التراجع عن هذا المطلب. وحتى أعتقد أنه الآن على السلطة الفلسطينية أن تعيد النظر في مسألة إقرارها ولو ضمنيا في محادثات سابقة بمسألة بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة تحت السيادة الإسرائيلية، واشتراط أي اعتراف أو مواصلة اعتراف بدولة الاحتلال بتفكيك كل المستوطنات وإعادة الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى ما كان عليه قبل الرابع من حزيران. نعم. أي تنازل في هذا السياق يزيد من جشع الإسرائيلي. نعم الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية في صحيفة العربي الجديد نضال وتت، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة عبر سكايب من مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة. شكرا أستاذ نضال. شكرا لكم. شكرا أستاذ نضال. مشاهدينا